كابتن أسامة مبروك بنفس نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت مباراة الدور الثاني بفوز النادي الأهلي 2-1. يعني احسن ما في المباراه الهدفين والثلاث نقاط اللي انت جبتهم. في ناس حاولت كتير النهارده، وفي ناس واضح انهم بعاد في الاداء، يعني ما كانش ليهم انتاج واضح في المباراه. وحسين الشحات اعتقد الشوط الثاني كمل زي نهايه الشوط الاولاني، حق وجاب جون وعمل واحده كويسه اللي عبد المنعم عملها براسه بجوار القائم. الاهلي مسيطر ولكن الخطوره مش موجوده بصوره كبيره. طيب خلينا اكلمك على نقطه هامه احنا اتكلمنا فيها انا وانت في البدايه، جبهات النادي الاهلي ناحيه إيه؟ اليمين الجبهات ناحيه اليمين وناحيه الشمال في اداء الدور الهجوم. ما انا قلت لك الشوط الاولاني الجبهه اليمين ما كانتش شغاله، بتاعت خالد عبد الفتاح وطاير واكرم توفيق، والشوط الثاني استمرت على نفس الحال باستثناء الكره اللي طاير عملها بالعرض لحسين الشحات اللي جه منها الجون الثاني، عملها كويس طاير الكره ديت. لكن بصفه عامه الانتاج بتاع الجبهه دي ما كانش كبير اثناء اللقاء، يعني فيها محدوديه، ممكن يكون عشان بعاد عن الماتشات واحد زي خالد عبد الفتاح. طاهر المفروض انه بيشارك كتير، يعني مش من الناس اللي بتبعد كتير عن الملعب، مش بتبعد يعني حتى لو قعد ماتش ولا بتاع بتلاقي ماتش تاني لعب نص ساعه، الماتش اللي بعده لعب ربع ساعه، يعني رجله في الملعب كتير. فبرضه ما اعرفش النهارده بعيد ليه، لكن ايا كان الجبهه اليمين ما كانتش شغاله كويس. الناحيه التانيه كانت انشط من الشوط الاولاني وكملت الشوط التاني. الجبهه اللي كان فيها كريم فؤاد وحسين الشحات وسام ابو علي، يعني على فترات عمل كرة حلوه اللي هي في القائم الشوط الاولاني، الشوط الثاني بعيد قوي. لكن بصفه عامه النادي الاهلي قدر يجيب هدفين وقدر يكسب اللقاء يعني.